ومما اختص الله عز وجل أيضا من الأزمنة شهر رمضان سيد الشهور وأفضل شهور العام شهر رمضان، ولذلك قال الله عز وجل في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا هذا هو الشهر الكريم المبارك الذي افترض الله سبحانه وتعالى فيه على الناس عبادة الصيام، فهو ركن من أركان الإسلام الخمسة صيام شهر رمضان. وأيضا أعطى الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من الخير والعطايا في هذا الشهر الكريم ما لم يعطها في أي شهر آخر من عفوه ومغفرته ومن عطاياه العظيمة الجزيلة. فإن الله يكرم العباد في هذا الشهر الكريم بعطايا عظيمة من العفو والمغفرة ومضاعفة الأجر. لذلك من بلغ رمضان ولم يغفر له فقد خاب وخسر. إذا أكرم ببلوغ هذا الشهر الكريم ثم خرج منه ولم ينل من تلك العطايا العظيمة الجزيلة فهذا حقيقة هو الخسران، وهذا حقيقة هو الذي لم يغتنم عطايا الكريم الرحيم الرحمن جل جلاله.